بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا في كل مكان، تستمر انطلاقات ميدان الشحانية في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، حيث نتواصل في هذا النقل الحي والمباشر اليوم عبر شاشتنا المميزة التراثية المميزة قناة الريان الفضائية. ينطلق إخوان المتابعين في هذه الأثناء شوطنا الثامن الخاص بالقعدان الثنايا، وأتابع هذه المسيرة وهذه الثنايا اللي تندفع في هذا الشوط باحثة عن الناموس والانتصار. المركز الأول، المركز الأول مكلف على المركز الأول علي بن ناصر بن سعيد الشيبة مع المركز الأول، مع الصدارة في المركز الأول. المركز الثاني رياض محمد بن علي بن راشد بن سالم المري. رياض على المركز الثاني، محمد بن علي بن راشد بن سالم المري. المركز الثالث الطاير سعود بن مبلش بن سفر المرزوقي البقمي. المركز الرابع، يا سلام، يتواجد جور غانم بن محسن بن فلاح آل زايد الهاجري مع المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس ينطلق فيه الباز لسعد سعيد بن فهيد بن سعيد آل خديعة المري. مشاهدينا في كل مكان، أعلنت لحضراتكم المراكز الخمسة الأولى في هذا النداء الأول، المراكز الخمسة الأولى في ندائنا الأول لسن الثنايا القعدان في شوطنا الثامن. عودة إلى شعار الشيبة، شعار الشيبة اللي في المركز، المركز الأول شعار بوسعيد ينطلق بالمركز الأول. هناك متابعة في هذا الصباح في هذا الانطلاق عبر قناة الريان الفضائية على الهواء مباشرة. من الصين يتابع هذا التقدم وهذا الانطلاق والدعم لهذا الشعار المميز. ينطلق في المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني رياض على المركز الثاني، محمد بن علي بن راشد بن سالم المري أحد الأسماء القوية في هذا الشوط، القوية والمرشحة، ينطلق بالمركز الثاني. المركز الثالث الطاير أحد شعراء ضيوفنا من المملكة العربية السعودية، وسعود بن مبلش بن سفر المرزوقي البقمي على المركز الثالث رابعا رقم 36. الفحل على المركز الرابع، شوفوه تجاوز انطلق عبر على المركز الرابع. علي بن سعيد بن جابر آل نابت المري، ديروا بالكم عليه، صاحب نقطة في السباق قبل الماضي أو الماضي، هذا هو اللي ينطلق، اسمه الفحل على المركز الرابع. المركز الخامس يتواجد جور على المركز الخامس، ينطلق إلى رابع المراكز، أيضا صاحب إنجاز في السباق الماضي، وينطلق بالمركز الرابع جور، وأحد شعراء ضيوفنا من المملكة العربية السعودية، اسمه جميل جدا وشعاره أجمل، غانم بن محسن بن فلاح آل زايد الهاجري يتابع أبو هلال، وينطلق بالمركز الرابع إلى المركز الثالث. وهذه الأسماء، خلاص خلصنا النداء الثاني، أعلناه لحضراتكم، وعودة إلى المركز الأول. يا سلام، الثنايا طيور طائرة اليوم، طيور طائرة، لكن التوقيت عند شعار بالحول حتى هذه اللحظة.
عند شامان صاحب الشوط الرئيسي حتى هذه اللحظة محافظا هذا القعود على توقيت الأفضل على التوقيت الأفضل في كل الأشواط. شامان من انتزع نقطة الشوط الرئيسي الأول لا زال محافظا على التوقيت الأفضل حتى هذه اللحظة. إلى مجريات الشوط إخوان المتابعين إلى جور هذا الاسم المميز اللي في المركز الأول وسلالة غنية عن التعريف سلالة بديع ينطلق بالمركز الأول جور مع تقدم شعار غانم بن محسن بن فلاح آل زايد الهاجري على المركز الأول يتابع أبو هلال بن هديبان على المتابعة والمركز الثاني مكلف على المركز الثاني علي بن ناصر بن سعيد الشيبة مع المركز الثاني المركز الثالث ينطلق الفحل علي بن سعيد بن علي بن سعد بن جابر آل نابت المري المركز الرابع شعار يتقدم شعار أبناء مبلش البقمي على المركز الرابع هذا هو الطاير سعود بن مبلش بن سفر المرزوق البقمي والمركز الخامس رقم 14 شغموم عبد الهادي بن علي بن محمد آل مشروم المري هذه الأسماء المنطلقة لا تغيير على المراكز إلا في هذا الموقف الخطير يا الهاجري أبناء المملكة العربية السعودية يطمحون في ناموس صباح اليوم يطمحون أن يحقق جور ناموسا صباحيا يهدى لأبناء المملكة العربية السعودية مع الشعار غانم بن محسن بن فلاح آل زايد الهاجري هذا أحد الشعارات الداعمة في المملكة العربية السعودية أحد الشعارات الداعمة لهذا الرياضة العربية الأصيلة هناك في المملكة العربية السعودية وأيضا شعار مميز غني عن التعريف ينطلق جور في المركز الأول ينطلق لوحة واحد أمامنا يتقدم اسم جديد ديروا بالكم عليه اسم جديد وهذا الجذاب ينطلق بالمركز الثاني علي بن سالم بن جار الله بن سالمين المري مع المركز الثاني والله على الجذاب هذا على المركز الثاني المركز الثالث انطلق الطائر سعود بن مبلش بن سفر البقومي على المركز الثاني انطلق في هذه اللحظة الطائر من الفرحة طائر شوف المركز الرابع أو الثالث هنا مودع فيصل بن خالد بن سعود بن حثلين وصلوا أبناء السعودية على المركز الثالث رابعا هنا يتقدم شغموم عبد الهادي بن علي بن محمد آل مشروم المري على المركز الرابع وعودة إلى جور خلونا مع جور جور على المركز الأول ينطلق بشعار الهاجري بشعار غانم بن محسن بن فلاح آل زايد الهاجري تهنئة زفها لأبناء المملكة العربية السعودية شوف المركز الثاني السندوانة قادم مع شاهين صالح بن علي السندوانة ولكن جور يفوز بهذا الشوط جور يحقق ناموسا يضاف إلى رصيده كما فعلها في السباق الماضي يحقق اليوم ناموسا صباحيا يهديه لأبناء المملكة العربية السعودية غانم بن محسن بن فلاح آل زايد الهاجري المركز الثاني شغموم عبد الهادي بن علي بن محمد آل مشروم المري المركز الثالث شاهين صالح بن علي بن صالح السندوانة المركز الرابع الطائر سعود بن مبلش بن سفر المرزوق البقومي المركز الخامس وصل فيه مودع لفيصل بن خالد بن سعود بن حثلين هذه إخواني المتابعين نتيجة شوطنا مراكزنا الخمسة الأولى كاملة مكملة على حضراتكم جوائزنا حتى المركز العاشر شوفوا توقيت جور على الهواء مباشرة 9:57 35 جزء من الثانية جور غانم بن محسن بن فلاح آل زايد الهاجري وهنيه الناموس المركز الثاني
تسع دقائق 57 ثانية وخمسة وثمانين جزء من الثانية. صاحب المركز الثاني شغموم عبد الهادي بن علي بن محمد آل مشروم المري، تهانينا والناموس. المركز الثالث وصل في شاهين صالح بن علي بن صالح السندوانة المري. تتابعون توقيت الزمن على الهواء مباشرة، تهانينا والناموس.